بداية ست حنان، اليوم أنت راضية على القبولات المركزية؟ هي مسألة ليست تتعلق برضا الأستاذ أو عدمه، نعم، وإنما تتعلق برغبة الطالب ومدى رضاه على تقديم الاختصاص أو التخصص الذي يناسب رغباته وطموحاته. فنجد أنه أغلب الطلبة يتجهون إلى التقديم إلى التخصص الذي يلائم ما يعني يطمح إليه في العمل المهني أو الرغبة الأكاديمية. نعم. اليوم برأيك سبب قلة الجامعات الحكومية، شنو الأسباب؟ قلة جامعات، لا بالعكس، هو هناك توازن في الإقبال على الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية. نعم، ربما هناك اتجاه نحو الجامعات الأهلية لعدة أسباب، ربما أسباب تتعلق بتدني المعدلات الخاصة بالكليات الأهلية، فهناك الكليات الإنسانية ربما تقبل معدلات من معدلات 50 فما فوق بالنسبة للمعدلات الإنسانية، أو بالنسبة لكليات التخصصية بالتخصص العلمي نعم، فتقبل بمعدلات 80ات أو 90ات بتخصصات الطب والهندسة، وهذا أكيد يعني الطالب يجد تحقيق لطموحه عندما يتجه إلى الكليات الأهلية. نعم. لكن ست حنان، اليوم البعض من الطلاب يعني من خلال تواصلنا المباشر وياهم قدموا الكثير من الاعتراضات على نتائج القبولات المركزية، بالتالي يقولون اليوم اكو اجحاف بحق الطالب بسبب الظروف الاستثنائية اللي عشناها خلال موجة كورونا، وايضا الظروف الاجتماعية والانسانية اليوم اللي يعيشها الطالب، بالتالي اليوم هل فعلا اكو يعني جذب للطالب حول الجامعات الاهلية بدل الحكومية من خلال يعني نتائج هاي القبولات؟ من خلال سؤالك ستي العزيزة، هناك شقين. نعم، اعتراض الطلاب على القبول هذا يضم يعني هذا يخضع لوفق مفاضلات الكلية طبعا. بالنسبة للكليات الأهلية هناك مفاضلات بين الطلبة على أساس ربما المعدلات أو احتساب بعض الدرجات الخاصة ببعض الأوضاع المختلفة للطلاب. نعم ذكريني بسؤالك الآخر عذرا. نعم اليوم هل فعلا اكو استقطاب للجامعات الأهلية اكثر من الحكومية بسبب يعني القبولات؟ نعم ذكرت لك قبل قليل بسبب يعني تدني المعدلات، فيجد الطالب انه هو محصل على معدلات وفق بال50 او بال60، نعم يتجه الى الكليات اللي هي يرغب بتحقيق طموحها بها. نعم. اليوم بالنسبة للمعدلات ليست بالمستوى المطلوب، نزلت الحدود الدنيا لكن مو بالمستوى اللي كان الطالب يتأمله يعني اليوم خلال الجامعات الحكومية، برأيك شنو السبب؟ يعني هاي بالتالي هي هذه يعني قوانين وتشريعات يعني دوليه ساريه على كل قطاعات التعليم، يعني لا ليس ذنب الكليات الاهليه يعني بتدني المعدلات او القبولات، هذا هو جهد الطالب وما يستحق به القبول. نعم.